بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في مقررنا حياة 4 حياة 318 للصف الثالث الثانوي، المسار العلمي، مجموعة العلوم والرياضيات، ونستكمل الفصل الرابع من كتابنا المدرسي وهو الوراثة البشرية والوراثة الجزيئية، وننتقل إلى موضوع جديد في هذا الفصل الرابع وهو المادة الوراثية الدي ان اي. راح ندرس هذا الموضوع في جزئين، نبتدي اليوم إن شاء الله في دراسة الجزء الأول، فلنبدأ معا. بداية أعزائي الطلبة، أبغيكم توقفون عند هذه الصورة ولنتعرف معا على الأشخاص أو العلماء في هذه الصورة، فيا ترى من هما وما هي أبرز إنجازاتهم العلمية؟ يمكن مروا علينا في دراساتنا السابقة وهو في ثالث إعدادي لما درسنا الوراثة، خذنا شوي عنها بشكل مبسط ودرسنا أيضا هذا الموضوع بشكل أيضا مبسط، فأتوقع عزيز الطالب ممكن مروا عليك هؤلاء. لو تأملتم وتأملت الصورة جيدا راح تلاحظ أن هؤلاء هم زين كلهم من كريك، العالم كريك والعالم واتسون، فهذا العالم كريك والعالم واتسون، وأبرز إنجازاتهم العلمية تمثلت في اكتشاف الحمض النووي أو جزيء الدي إن إيه، فهذه أبرز إنجازاتهم العلمية. فلذلك عزيز الطالب لنقف عند هذا الموضوع وهو الدي إن إيه أو المادة الوراثية اللي هو الدي إن إيه إلا اكتشفها هؤلاء أو هذان العالمان. فلنبدأ معا ولنتعرف في البداية على أهدافنا لدرس اليوم. فبنشوف في البداية إن شاء الله راح نوقف معا ونميز الاسم العلمي لكل من الحامض النووي الدي إن إيه والثاني أيضا الآر إن إيه. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني إن شاء الله اللي نسعى إلى تحقيقه هو راح نوقف عند التركيب النيوكليوتيدات، النيوكليوتيدات في كل من الدي ان اي وايضا الار ان اي. بعد ذلك راح نقارن ما بين تركيب النيوكليوتيدات في كل من الار ان اي وايضا في الدي ان اي. ولنبدا اولا بالهدف الاول. بداية نشوف في البداية الاسم العلمي لهذه الأحماض النووية اللي راح نتوسع فيها إن شاء الله في درس اليوم والدرس السابق والدرس إن شاء الله اللاحق. طبعاً في هذا الشكل يظهر إلينا الحمض الأول وهو الدي إن إيه. يا ترى الاسم العلمي إله ما هو؟ إحنا نسميه عادة بالدي إن إيه أو بعض الكتب أيضاً في اللغة العربية تسميه بالدنا. فالدي ان اي او الدنا الاسم العلمي له كاملا يعرف بالحمض النووي الرايبوزي المنقوص الاكسجين، الحمض النووي الرايبوزي منقوص الاكسجين في اللغه الانجليزيه دايوكسي رايبوز نيوكليك اسيد، فلذلك الحمض النووي معناته نيوكليك اسيد، فكلمه الحمض النووي معناتها في اللغة الإنجليزية لو ترجمت إلى النيوكليك أسيد، والرايبوزي رايبوز ومنقوص الأكسجين في اللغة الإنجليزية تعرف بدايوكسي، فلذلك في اللغة العربية الحمض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين ترجمت إلى اللغة الإنجليزية دايوكسي رايبوز نيوكليك أسيد، أي أخذ الحرف الأول من كلمة دايوكسي والحرف الأول الثاني الأول من نيوكليك
والحرف الأول من كلمة أسد، فبالتالي DNA، فعرف بالDNA اللي بيكون شكله عادة بهذا الشكل، وراح إن شاء الله فيما بعد نوقف عنده بشكل تفصيلي. الحمض الثاني وهو الRNA أو يسمى بالرنا. هذا الحمض في اللغة العربية يعرف بالحمض النووي الريبوزي. زين، لو ترجم إلى اللغة الإنجليزية ريبوز نيوكليك أسيد، الحمض النووي نيوكليك أسيد، والريبوزي ريبوز، وهذا الحمض النووي الريبوزي اللي هو نيوكليك أسيد. فبالتالي أخذ الحرف الأول من كلمة ريبوز، والحرف الأول أيضا من كلمة نيوكليك، والحرف الأول من كلمة أسيد، فبالتالي عرف أيضا بالRNA أو الرنا، واللي بياخد هذا الشكل هذه أحد أشكاله. ليش؟ لأن الRNA بيوجد منه أنواع، وبالتالي له عدة أشكال، هذه أحد أشكاله. زين، نشوف أيضا شيء آخر متعلق بهذه الأحماض النووية. الأحماض النووية اللي تعرفنا على اسمها العلمي باللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية DNA وRNA أو الدنا والرنا، وين بيوجدون؟ في أي نوع من الخلايا الحية؟ خاصة إحنا عرفنا مسبقا أنواع الخلايا الحية اللي بتكون أجسام المخلوقات الحية، النباتية، الحيوانية، الإنسان وما إلى ذلك. زين، فبنشوف إن هي راح تكون موجودة هذه الأحماض في جميع أنواع الخلايا الحية، سواء كان البدائية النواة والحقيقية النواة. البدائية البكتيريا وغيرها، وأيضا الحقيقية النواة النباتية والحيوانية. فبالتالي بنلاحظ إن هذه الأحماض بتوجد في النوعين من الخلايا الحية. هذا عندنا من أماكن وجودها. نشوف الآن ونوقف النقطة جدا مهمة، أبغيك عزيز الطالب تركز وياي فيها، وهي اكتشاف الDNA. ناخذ نبذة مبسطة عن كيفية اكتشاف الDNA اللي أشرنا إليها من خلال هذه الصورة اللي عرضناها في البداية في النشاط الأول في التعرف على العلماء اللي ساهموا في اكتشاف الDNA، وهما العالم كريك والعالم واتسون. نشوف أن العالم كريك والعالم واتسون في القرن العشرين السابق توصلوا إلى الDNA عن طريق ماذا؟ سلطوا أو صوبوا الأشعة السينية على جزيئ الDNA. طبعاً في أحد العلماء كان مسوي تجربة، صوب الأشعة السينية على جزيئ الDNA. طبعاً لما صوبوا الأشعة السينية على جزيئ الDNA عطاهم هذا الشكل إلى جزيئ الDNA. العالمان كريك وواتسون أخذوا هذه الصورة وجمعوا بيانات حوالينها. من خلال البيانات اللي جمعت حول هذه الصورة توصلوا إلى أن الDNA بما معناه، فحصوا هذه الصورة اللي تم إعدادها من قبل أحد العلماء أيضا. هم استخدموا هذه الصورة، أكرر مرة ثانية، وجمعوا بيانات حوالينها، فتوصلوا إلى أن الDNA عبارة عن تركيب حلزوني مزدوج مثل ما هو ظاهر إلينا، تركيب حلزوني. شوف شلون هذا الشريط الأول وشلون بيلتف الشريط الثاني عزيز الطالب، فبيكون تركيب حلزوني مزدوج، أي بيكون على شكل سلم ملتوي. هذا السلم الملتوي عبارة عن شريطين، هذا الشريط الأول زين وهذا الشريط الثاني، بيلتفون حوالين بعضهما البعض، وبيتكون الشريطين من مجموعة من النيكلوتيدات اللي راح نوقف عندها إن شاء الله لاحقا. فإذا وصف كل من العالم كريك واتسون الشكل العام إلى الDNA من خلال استخدامهم لهذه الصورة اللي صوبت إلى الDNA باستخدام الأشعة السينية.
أيضا توصلوا فيما بعد بعد وصفهم إلى الدي إن إيه، ألا أن الدي إن إيه عزيز الطالب بتمثل المادة الوراثية في المخلوقات الحية. لأن كان في البداية العلماء حطوا فرضيتين، هل الدي إن إيه المادة الوراثية أم البروتين؟ لكن بعد التجارب وأيضا كذلك كريك وواتسون أكدوا في النهاية من خلال تجاربهم العلمية أيضا وكذلك هذه الصور والبيانات التي جمعت حولها على أن الدي إن إيه اللي بيظهر بهذا الشكل اللي تم وصفه بيمثل المادة الوراثية وليس البروتين في المخلوقات الحية. هذا الطالب بشكل مختصر نبذة عن كيفية اكتشاف والتوصل إلى الدي إن إيه في شكله الخارجي وكمادة وراثية. عزيز الطالب فيما بعد أيضا تم دراسة تركيب الدي إن إيه وأيضا الآر إن إيه كأحماض نووية، هم توصلوا إلى أن الدي إن إيه هو المادة الوراثية لكن أيضا موجود في الخلايا، اكتشفوا الآر إن إيه فوقفوا عند التركيب كل منهما، ممن يتركب كل منهما، فبالتالي توصلوا إلى أن كل منهما بيتركب من وحدات بنائية تعرف بالنيوكليوتيدات. النيوكليوتيدات عزيز الطالب لازم هذا المصطلح تحفظه، مهم جدا لأن راح تستخدمه فيما بعد من ابتداء من درس اليوم إلى الدرس القادم إلى أن ندرس كيفية بناء البروتين. فإذا هذا مصطلح الآن جديد لابد عزيز الطالب تحفظه، وهو النيوكليوتيدة اللي بتمثل الوحدة البنائية في كل من الـ RNA والـ DNA. هذا بالنسبة إلى تركيب كل من الـ DNA والـ RNA. أيضا فبيكون عبارة عن نيوكليوتيدات. أيضا نوقف عند نقطة مهمة، هذه النيوكليوتيدة اللي وصفناها بأنها تمثل الوحدة البنائية في تركيب الـ DNA، مثل ما احنا نقول الخلية وحدة بناء المخلوق الحي في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات مثلا، بيتكون كل منهما من مجموعة من الخلايا، فالخلية هي وحدة البناء وهذه الخلية بتكون نسيج ثم عضو وما إلى ذلك. نفس الشيء أيضا في الـ DNA والـ RNA بيتكونوا من وحدات بنائية اللي هي عبارة عن النيوكليوتيدات، تلتص أو تكون مصفوفة مرتبة بنظام متسق معين بيكون لنا هذا التركيب الـ DNA أو الـ RNA. نشوف الآن معا ممن تتركب النيوكليوتيدة، هذه النيوكليوتيدة الواحدة ممن تتركب؟ لو تمعنا في هذا الشكل الظاهر أمامنا هذا راح يمثل إلينا نيوكليوتيدة، هذا راح يمثل نيوكليوتيدة. هذه النيوكليوتيدة بتتركب من سكر خماسي الكربون وإحنا عاطينا هذا الرقم حرف S، وأيضا مجموعة الفوسفات وعاطينا حرف P، بالإضافة إلى قاعدة نيتروجينية إحدى القواعد النيتروجينية وعاطينا حرف الN، فهذه بتمثل لي نيوكليوتيدة. فالنيوكليوتيدة أعزائي الطلبة بصورة عامة تتركب سواء كان في الـ RNA أو الـ DNA من سكر خماسي الكربون، مجموعة الفوسفات وأيضا قاعدة نيتروجينية. نوقف أعزائي الطلبة عند كل جزء لاحدة ونحاول نتعرف عليه بشكل تفصيلي زين، وبالذات عند السكر الخماسي الكربون وعند القواعد النيتروجينية، لأن النيوكليوتيدة الواحدة بتكون مجموعة الفوسفات سكر خماسي الكربون وإحدى القواعد النيتروجينية، معناته في هناك قواعد نيتروجينية أخرى، فبالتالي إن شاء الله معا راح نتعرف على كل تركيب. أولا السكر اللي احنا لو رجعنا إلى الشكل السابق رقم واحد عطيته السكر الخماسي الكربون زين، بنشوف هذا الشكل بيظهر إلينا سكر خماسي الكربون، هذا أنا بعطيه الشكل A وهذا بعطيه الشكل B.
هذا السكر الخماسي الكربون. زين، سواء كان في الشكل A أو B، بشوف إن هذا السكر الخماسي الكربون، وعزيز الطالب أبغيك تركز وياي، فهذا السكر الخماسي الكربون كامل يبتدي بالأكسجين ثم ذرة الكربون رقم 1. لاحظ عزيز الطالب شلون راح نقرأ عدد ذرات الكربون في السكر الخماسي. أبتدي من اليمين، أعطيتها رقم 1، بعدين هنا ذرة الكربون رقم 2، بعدين ذرة الكربون رقم 3، ثم ذرة الكربون رقم 4، وهذه راح تكون ذرة الكربون رقم 5. نفس الشيء في الشكل B، هذه ذرة الكربون رقم 1، وهذه 2، وهذه 3، وهذه راح تمثلي ذرة الكربون رقم 4، وهذه عفوا بتمثلي ذرة الكربون رقم 5. لكن منلاحظ ذرة الكربون رقم 2 في الشكل A والشكل B، أي في السكر الخماسي الكربون في الـ A وفي الـ B، في اختلاف ما بينهم. في الـ A بلاحظ ذرة الكربون رقم 2 بتتصل ذرة الكربون هذه بالـ OH، مجموعة الهيدروكسيد. لكن في ذرة الكربون رقم 2 في الشكل B بتتصل فقط بالهيدروجين، معناته بينقصها الأكسجين غير موجود. لأنها لأن الـ OH وهني الهيدروجين. هذا الشكل معناته اللي تعرفنا عليه نشوف موجود في وين. بنلاحظ إن هذا بيمثل لي سكر خماسي رايبوزي منقوص الأكسجين. هذا السكر الخماسي الرايبوزي يعرف منقوص الأكسجين، ويوجد أعزاء الطلبة في الـ DNA. لماذا؟ لأن النيكلوتيدة، أذكرك عزيز الطالب، تتكون من مجموعة الفوسفات بسكر خماسي وإحدى القواعد النيتروجينية، فبالتالي السكر الخماسي في الـ DNA راح يكون بهذا الشكل، سكر خماسي رايبوزي لكن منقوص الأكسجين. لماذا؟ أذكرك بالمعلومة اللي ذكرناها قبل شوي، إن ذرة الكربون رقم 2 تتصل بالهيدروجين فقط، ينقصها ذرة من الأكسجين، بينما هذا السكر الخماسي بيكون سكر خماسي رايبوزي وبيوجد في الـ RNA، وهو الشكل اللي عطيته A. شلون كيف؟ إن ذرة الكربون هذه رقم 2 بتتصل بالـ OH، معناته هني في الأكسجين، هناها في الشكل B غير موجود. فهذا الفرق أعزائي الطلبة بين السكر الخماسي في نيكلوتيدات الـ DNA ونيكلوتيدات الـ RNA. فلذلك الـ DNA أعزائي الطلبة نسميه منقوص الأكسجين. زين، منقوص الأكسجين لأن السكر الخماسي الرايبوزي ما ذرة الكربون رقم 2 بتتصل بالهيدروجين وبينقصها ذرة من الأكسجين، بينما في الشكل هذا أو السكر الخماسي في الـ RNA، أكرر وأذكرك أيضا بالمعلومة عزيز الطالب، إن هذه ذرة الكربون رقم 2 في السكر الخماسي بتتصل بالـ OH، أي موجودة ذرة الأكسجين، فلذلك راح يكون سكر خماسي رايبوزي وبيكون في الـ RNA. فهذا أول تركيب أعزائي الطلبة اللي بتتركب منه النيكلوتيدة في الـ DNA وفي الـ RNA، فبيكون سكر خماسي رايبوزي منقوص الأكسجين، وهني سكر خماسي رايبوزي. إن شاء الله أعزائي الطلبة قدرنا نميز الفرق. ليش نقول هني رايبوزي منقوص الأكسجين في الـ DNA، ولماذا يكون رايبوزي في الـ RNA؟ من خلال هذا الشكلين الـ A والـ B. هذا عندنا أول جزء تتركب منه النيكلوتيدة. أيضاً جزء آخر تتركب منه النيكلوتيدة مجموعة الفوسفات اللي احنا في الشكل السابق أشرنا إليها بالرمز B. أيضاً جزء آخر بتتركب منه النيكلوتيدة هذا الجزء وهو إحدى القواعد النيتروجينية. ما هي القواعد النيتروجينية؟
اللي بتكون السكر الخماسي، سواء كان رايبوزي منقوص الأكسجين أو سكر خماسي رايبوزي مع مجموعة الفوسفات موجودة القاعدة في النيوكليوتيدة. هي عبارة عن قواعد نيتروجينية عبارة عن نوعين. النوع الأول يسمى البايو رينات. خلني أسوي لك بلون ثاني عزيز الطالب. البايو رينات، والثاني هذه البايو رينات، والثاني البري مدينات. البايو رينات راح تضم الأدونين والجوانين، والأدونين والجوانين، الأدونين يرمز إلى بالحرف A كابيتال، والجوانين جين كابيتال. أما البريميدينات تضم بتحتوي على قواعد نيتروجينية عبارة عن قاعدة الثيامين، وتوجد فقط في الدي إن إيه، ويرمز إليها بالرمز تي كابيتال، وأيضا قاعدة نيتروجينية أخرى وهي اليوراسيل، ويوجد هذا فقط في الار ان اي وبيعطى حرف اليو. كذلك يوجد السيتوسين، وهذا طبعا موجود في الار ان اي، وايضا موجود في الدي ان اي، اكد لك عليه عزيز الطالب. فاذا اعزائي الطلبه، الجزء الثالث اللي راح تتكون منه النيوكليوتيدة هو إحدى القواعد النيتروجينية. هذه القواعد النيتروجينية بتقسم إلى مجموعتين، مجموعة البايورينات ومجموعة البريميدينات. البايورينات تضم الأدونين ويعطى الحرف A، والجوانين ويعطى الحرف G، بينما البريميدينات عزيز الطالب، وأكرر عليك أيضا هذه لابد عزيز الطالب تحفظها، البريميدينات تضم الثيامين ويوجد في الدي ان اي ويرمز له بالحرف تي، واليوراسيل ويوجد فقط في الار ان اي ويعطى الحرف يو، والسيتوسين وطبعا يرمز له بالحرف سي ويوجد في الدي ان اي والار ان اي. الان راح اعرض عليك صور، وابغيك عزيز الطالب تميز الفرق ما بين القواعد النيتروجينيه مالت البيورينات والبريميدينات. الشكلين هذين اللي على اليمين وعلى اليسار، فهذا الشكل بيمثل إلينا قواعد البايو رينات، وهذا الشكل بيمثل البريميدينات. بنشوف هذه البايو رينات والبريميدينات، بنلاحظ إنهم بضمون عندنا هذه القواعد، هذا الجوانين وهذا السيتوسين، عفوا الأدونين والجوانين، بينما في البريميدينات هذا السيتوسين والثيامين الثايمين عفوا واليوراسيل. في فرق ما بينهم أعزائي الطلبة لو وقفت شوية وتأملت في الشكلين مال قواعد البيورينات والبريميدينات، بتلاحظ ان البايورينات القواعد النيتروجينية في هذا النوع بتتكون من حلقتين، هذه حلقة وهذه الحلقة الثانية. نفس الشيء بشوفها في الجوانين، حلقة وحلقة، اي القواعد البايورينات عبارة عن حلقتين بيتكونون من حلقتين، بينما البريميدينات وهي الثايمين السيتوسين واليوراسيل بتتكون عادة من حلقة مفردة، تكون حلقة سداسية الشكل مكونة من كربون ونيتروجين وما إلى ذلك، سواء كان الثايمين أو السيتوسين وكذلك اليوراسيل اللي بيوجد عادة في الـ RNA. أعزائي الطلبة نشوف هذه الشريحة الظاهرة أمامنا، ونحاول نقارن ما بين ترابط النيوكليوتيدات، زين؟ القواعد النيتروجينية عفوا في النيوكليوتيدات في كل من الدي ان اي والار ان اي، كيف تترابط او تتصل قاعده من البايورينات بقاعده اخرى من البريميدينات وتكون النيوكليوتيدات في كل من الدي ان اي
والآر إن إي. وعزيز الطالب أحب أذكرك بنقطة مهمة جدا أبغيك تركز وياي فيها، وهي هذا الشكل بيكون شكل توضيحي لكيفية اتصال النيكلوتيدات وبالذات القواعد النيتروجينية بصورة عامة في الدي إن إي والآر إن إي. وأكرر أنه ما تظهر إلي الشكل العام إلى الدي إن إي والآر إن إي، فقط ترابط القواعد النيتروجينية في نيكلوتيدات الدي إن إي والآر إن إي. فلنبدأ معا. بنلاحظ أن في الدي إن إي، نركز وبعدين بننتقل للآر إن إي. بنلاحظ أن الثايمين بيتصل بالأدونين، عفوا عزيز الطالب، بيتصل بالثايمين في الجهة الأخرى برابطتين هيدروجينيتين، بينما الجوانين بيتصل بالسيتوسين بثلاث روابط هيدروجينية. كيف صار هذا الترابط بين القواعد النيتروجينية وبالتالي تكوين النيكلوتيدات؟ بنلاحظ أن الأدونين من مجموعة البايو رينات، والثايمين من مجموعة البريميدينات، والجوانين من مجموعة البايورينات، والسيتوسين من مجموعة البريميدينات، بما معناه قاعدة نيتروجينية من البايورينات عزيز الطالب تتصل بقاعدة نيتروجينية أخرى من البريميدينات وهكذا. لكن هل بيكون ارتباط عشوائي؟ لا عزيز الطالب، أبغيك تشوف وياي الشكل. زين، الأدونين مع دائما الثايمين، والجوانين مع السيتوسين، أو يجي لنا ممكن ثايمين أدونين سيتوسين جوانين، لكن هني راح تكون رابطة هيدروجينية ثنائية، وهني راح تكون رابطة هيدروجينية هيدروجينية بتكون ثلاثية فهني بتكون رابطة ما بين الأدونين والثايمين، رابطة هيدروجينية بتكون في هالحالة بتكون ثنائية رابطتين، وهذه راح تكون بين الجوانين والسيتوسين ثلاثية. بينما بنلاحظ في الآر إن إي الأدونين ما يتصل بالثايمين كما في الدي إن إي، وإنما بحل مكان الثايمين اليوراسيل. اليوراسيل أيضا راح يتصل بالأدونين برابطتين هيدروجينيتين، والجوانين يتصل بالسيتوسين مثل الدي إن إي بثلاث روابط هيدروجينية وهكذا. هذا بالنسبة إلى اتصال القواعد النيتروجينية المكونة إلى النيكلوتيدات بصورة عامة في الآر إن إي وفي الدي إن إي. وطبعا هذا الترتيب لا يظهر إلي شكل الآر إن إي والدي إن إي، وإنما فقط ترابط القواعد النيتروجينية في النيكلوتيدات. إن شاء الله فيما بعد في درسنا إن شاء الله اللاحق راح نتعرف على كيف تعمل هذه النيكلوتيدات بهذا التركيب على إعطاء الشكل العام إلى الدي إن إي، وأيضا الشكل العام إلى الآر إن إي اللي بياخد طبعا على حسب المهام اللي راح يقوم فيها أشكال متعددة. هذا إن شاء الله راح نوقف عنده في دروسنا اللاحقة. أيضا في هناك قواعد نيتروجين، في هناك قواعد أخرى وهي الروابط، عفوا روابط أخرى وهي الرابطة التساهمية. وين بتكون موجودة؟ إن السكر الخماسي مع مجموعة الفوسفات وارتباطه بالقاعدة راح تكون هذه عبارة عن روابط تساهمية. هاي بتكون روابط تساهمية، تكون عادة روابط تساهمية قوية. فإذا معناته النيكلوتيدة بيرتبط فيها السكر بالفوسفات وبناحية أخرى بالقاعدة النيتروجينية بروابط تساهمية. القواعد النيتروجينية بتتصل بقاعدة أخرى بروابط هيدروجينية قد تكون ثلاثية وقد تكون ثنائية حسب نوع القواعد النيتروجينية. فهذا بيمثل إلي بصورة عامة
كيفية اتصال القواعد النيتروجينية في المكونة إلى النيكلوتيدات في الـ RNA وفي الـ DNA. وأكرر أعزاء الطلبة، هذه ما تعطيني الشكل العام إلى الـ DNA والـ RNA، راح نوقف عندها شلون ونشوف ترتيبها في دروسنا اللاحقة. بنلاحظ أو بنشوف إن شاء الله في دروسنا إن شاء الله اللاحقة كيف هذه النيكلوتيدات تترتب وتعطيني شكل الـ RNA وشكل الـ DNA. هذا عندنا بس نلاحظ كيف إن قاعدة الأدونين بصورة عامة زين ترتبط بالثيامين برابطتين، وكذلك قاعدة الجوانين تتصل بقاعدة السيتوسين بثلاث، كذلك ممكن يكون عندي ثايمين مع أدونين برابطتين وهكذا بصورة عامة. آخر شيء أعزائي الطلبة راح أعطيكم نشاط، إن شاء الله استوعبنا الدرس ومن ثم نستطيع أن نجاوب مع بعض على هذا النشاط. فأبغيك عزيز الطالب تحضر ورقة وقلم وياي علشان تجاوب هذا النشاط، فلنبدأ معا زين. أول سؤال في نشاطنا، تأمل السؤال جيدا، فيقول لنا السؤال عزيز الطالب: ما وحدات البناء الأساسية في كل من الـ RNA والـ DNA؟ هل يا ترى راح يكون رقم واحد سكر الرايبوز، النيكلوتيدات، البيورينات أو الفسفور؟ لا تستعجلون أعزائي الطلبة في الإجابة، دائما أي نشاط أي سؤال يوجه إليكم أي تدريب اتأمل في المعطيات في السؤال اللي قدم إليك وحاول تجاوب بتأني. فقال لي لين السؤال الوحدات البنائية للـ RNA والـ DNA، وإحنا ذكرنا مسبقا في درسنا، فكان هو عبارة الإجابة لو تأملت ويانا عزيز الطالب راح تكون رقم 2 النيكلوتيدات. ليش؟ أن السكر والبيورينات والفسفات ما هي إلا عبارة عن أجزاء بتكون النيكلوتيدات. شوف السؤال الثاني، السؤال الثاني أعزاء الطلبة عطتنكم شكل، هذا الشكل لو تأملنا مكون، لو تأملت فيه ودققت فيه عزيز الطالب من هذا الجزء زين، وعطتنا الحرف B وهذا الجزء وعاطينا الحرف A وما بينهم هذه الرابطة وعاطينها الحرف D، بعد ذلك هذا الشكل تكملته وعاطينا الحرف C. الآن بعد ما تأملنا هذا الشكل، المجاور لهذين السؤالين بنلاحظ انزين ما اسم الشكل كاملا هذا ككل؟ احنا طالبين من عندك الاي او الدي او البي او السي، لا كاملا هذا الشكل ماذا يمثل اعزائي الطلبه تتوقعون؟ هل بيمثل لنا نيوكليوتيد او قاعده اللي هي عباره عن قاعده نيتروجينيه؟ هل بيمثل مجموعه فوسفات او فقط سكر خماسي؟ نتذكر المعلومات اللي درسناها في بدايه موضوعنا زين. فعلشان يكون نيكلوتيدة معناته أعزاء الطلبة أبغيك تفكر تسترجع معلوماتك، فتقول على أساس يكون نيكلوتيدة معناته لابد يكون في سكر، في قاعدة نيتروجينية وفي مجموعة فوسفات. إذا كان قاعدة نيتروجينية معناته بس قاعدة نيتروجينية ما عندها بقية الأجزاء. إذا كان سكر خماسي معناته فقط بس السكر اللي وقفنا عنده مسبقاً. إذا كان فوسفات بس فقط مجموعة الفوسفات. لكن بما أن هذا الشكل بضم الأجزاء الثلاثة الأساسية الفوسفات وعبارة عن السكر الخماسي أيضا وكذلك القاعدة، فبالتالي راح تكون الإجابة رقم 1 النيكلوتيدة أو النيكلوتيد. الآن آخر سؤال، ما رمز الجزء المسؤول عن الشفرة في الـ DNA؟ أبغيك الآن عزيزي الطالب تفكر تتوقع
هذا راح ناخده إن شاء الله بشكل تفصيلي في دروسنا إن شاء الله اللاحقة. بس أبغيك تفكر، هذه النيوكليوتيدات زين إلا بتكون جزيء الدي إن إيه، زين في جزيء الدي إن إيه. لا تتذكر عزيز الطالب في البداية قلنا لك إنه بيمثل المادة الوراثية في المخلوقات الحية، معناته هو اللي راح يساعد في نقل الصفات من جيل إلى آخر، وبيتكون من عدد كبير من النيوكليوتيدات، بالتالي راح يمثل المادة الوراثية. فأي من الأجزاء المشار إليها في الشكل A M B M D M C إلا راح ينقل الشفرة، ينقل المعلومة زين إلى الأجيال، أو بيكون مسؤول عن الشفرة من ثم إنتاج بروتين معين، أي انتقال صفة وراثية إلى الجيل السابق. هل بتكون مجموعة الفوسفات توقع، أو هذه الرابطة، أو السكر، أو القاعدة النيتروجينية؟ هذا راح يكون إن شاء الله بيكون الإجابة رقم 3 اللي هو السي، القاعدة النيتروجينية. كيف راح تكون القاعدة النيتروجينية؟ هذا إن شاء الله راح نتعرف عليه ونوقف عنده بشكل تفصيلي في درسنا إن شاء الله اللاحق، لما نوقف عند تركيب جزيء الدي إن إيه وكيفية تناسخه وكيفية وما هو دوره في بناء البروتين ومن ثم نقل الصفات الوراثية إلى الأجيال اللاحقة. أعزائي الطلبة، أتمنى أن احنا استمتعنا في درس اليوم، وأشكر إليكم حسن متابعتكم، وإلى درس لاحق بإذن الله، وشكراً.